مستشمر معنا صباح ياسين رضوان كي داير خويا ياسين؟ الحمد لله صباح الخير. شباك كلشي بخير؟ صحة لاباس؟ تو فا بيان. ياسين عنده واحد الحاجة واعرة، عنده واحد الحاجة واعرة، خاصكم الجميع من هنا ثلاثة دقائق كاملين غادي تعرفوا ريوسكم واش غادي شنا توليو مرفحين ولا لا. اها ياك كاين تسعود ديال الحوايج الا تديروهم عمركم ما توليو مرفحين. اوكي هادي واعره من دابا شويه غادي نديروها. تسعود الحوايج الا كنتو غادي تديروهم عمركم ما توليو مرفحين ياك. منهم تسمعوا المومو مورنينغ شو الا كنتو كتسمعوا عمركم ما توليو مرفحين. كيما كتخدمين فيه كثر هذيك ولا درتي الطايله ولا عمرك درتي شي حاجه بالله. وخليكم انا دابا شويه كاين الموتور، الموتور كاين واحد سكوتور تاكادو غادي تربح الاخر السيمانه. عليكم واحد السؤال غادي تجاوبوه باغ اس ام اس 52 22، زعما هذه اس ام اس 52 22، اربعه ديال الارقام 52 22 و 52 20، 6 درهم الميساج الواحد نعلمكم 6 درهم الميساج. السؤال هو علما انه الموتور ديال الضو، حيت هذا الموتور ديال الضو غتروحو كيتمشي بالضو، ما فيهش لايسونس لا والو، لا 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 ميلونج لا غازوال لا والو، كيتشارجا كيتشارجا بالضو. كيتشارجا بالضو هذا علما انه غتربحو هذا الموتور، هذا الموتور هذا بجوج درهم كدير 50 كيلومتر ب 16.5 درهم. شحال دير من كيلومتر؟ جوج درهم هي تساوي 50 كيلومتر 16 درهم اونص. شحال فيها من الكيلومتر كتسمى هذه العمليه الثلاثيه ياك ياسين؟ وما تعيطوش للمستثمر باش تسولوه، عقل بكم صيفطوا الجواب 52 22 52 22 اس ام اس بالاس ام اس 6 درهم الميساج، ونخر السيمانه غادي نعزلوا واحد اللي غادي يربح. يلاه خليكم انا على اذاعه ايت راديو. تسعود الحوايج اللي كنتي كديروا ما عمرك ما تفهم مرفح من دابا شويه، وعيطوا للمستثمر عندكم شي مشروع بديتوه بغيتوا تسقسيو تسولوا 05 30 300 300. المستثمر دابا شويه غادي يعطينا تسعود الحوايج اللي كنتو كديروهم، راه ما غاديش توليو مرفحين، ما غاديش توليو اغني اغني مليونير، ما غاديش تولي مليونير. المهم عندك هذيك فورتون، عندك مرتاح 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 مزيان، كاين الدار الاولى والدار الثانيه والدار الثالثه وبرا. المهم ما تسناش اوغمونتاسيون، تسناش بلا بيان. ايوا سادات اللي سادات اللي يعرف يسد فمو الوقت مناسب، واللي ما عرفش يسد فمو العام الجاي، العام الجاي ان شاء الله يتعلم يسد فمو. انت قلتي لوغمونتاسيون انا قلت شي لا بريم، وخا جيت انت باقا دايخه مع داك الشيء كتهضر لي حساب، ما كتقول لي كون قبيله سديت فمي شنو كان هادي وقع دابا، فهمتي؟ كون سديت فمك وحليت يجيبك الحياه هي هادي، فهمتي؟ كون دابا لا 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 اغا ماني 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 تبارا دابا تبارا، ما كاين مشكل ما كاين مشكل، تقدري تقدري تلتحقي دابا اللي وقع انه قبيله لمية قالت شي حاجه اللي ما خصهاش تقال، وبديك الهضره اللي قالت ما خصهاش تقال زكلات واحد الحاجه سميتها البريم. اللي قالت تعطى من بعد مارس. علاش كتعطى من بعد مارس؟ حيت الشركات كيديروا بيلون كيديروا بيلون، يعرفوا شحال شحال باقي لهم شحال شخص يقدر يعطيهم، فهمتي؟ وحنا في الاخر ديال مارس والبيلون هادشي اللي قالك سحب لي حتى الماء. نعم سحب لي حتى الماء، سحب السماء، سحب السماء طيح. مستثمر كيدير اخويا ياسين رضوان معنا، مستثمر سولو سقسيوه، كاين نبيل يهضر معاك. نبيل كيدير اخويا؟ وي مومو صباح الخير. كلشي بخير صحه؟ الله يحفظك الله يبارك في خير مومو. كلشي بخير اخويا. غتكلم مع المستثمر هضر معاه، قبل ما تهضر معاه اخويا نبيل غادي قلنا تسعود الحوايج الا كنتو كديروهم راكم عمركم ما غاديروا طايله. نبداو طايله ماشي بايله. طايله يا اخويا قول لنا اخويا الاولى، الحاجه الاولى، الحاجه الاولى الا كنت الحاجه الاولى الا تخدموا بزاف اييه تخدم بزاف وما تتفكرش، يعني عقلكم بوحدو كله في الخدمه الا هادي عمركم ما نديروا الطايله. انت حاتم؟ انا في الحقيقه المهم قريب لهذا الشيء بعد اللي قال، ديال نبقى مفوكاليزي على ما عمرك ما دير يعني حيت كتخدم بزاف. لا تخدم بزاف ما تستخدمش عقلك، يعني خدام بزاف في داك الخدمه اللي عندك في الانتيليجونس، يعني خدام دران خدم بحال شي بغل فوالا واخا. لمي انت في هذا قريب انا قريب زي واخا انا واخا ماشي انا واخا زيد هو انا كنخدم بزاف ولا كيمشي بحال شي بغل مشكله مع هاد خيتي. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه، النقطه الثانيه، الا تتردوا البال اكثر لشحال جمعتوا ماشي شحال تتربحوا،
اللي يعني شغل وقت راسكم كثر شحال خبيت الفلوس ماشي شحال ربحت، هذه خايبه. واللي ما جمع والو ما دوش فكر حتى والو. الا كنتي كتفرض داكشي اللي جامع ماشي داكشي كتدخل. اوكي تفكرني لا ما تفكرش شحال جامع شحال خاصني نربح، شحال خاص راسك خاصكم شحال خاص تربح ماشي شحال جمعتي. شحال خاصني نجمع ايوا خاصك تربح داكشي اللي بغيتي داكشي اللي يقدرك عليه الله. اوكي النقطه الثالثه حطمتينا الامال ديالنا الله يرحمك بالوالدين في هذا الصباح هذا. النقطه الثالثه نعم النقطه الثالثه الى تشري حوايج انت ما عندكش مقدوره بهم يعني هذوك ما قادك ما دير بهم الكريدي دو لا كونسوماسيون تيخرج على الناس كليغمون باسكو سا فيدير تشري شي حاجه انت ما قادش بها اي هذه خايبه شي حاجه اللي انت ما 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 عندكش امكانيات امكانيات ديالها. النقطه الرابعه شفتو النقطه الرابعه الا كان الساليغ ديالكم ساليغ ستابل تتقولوا راه قادني والحمد لله وصافي ما نقلبش حاجه اخرى ماشي قناعه الا كنتي ماشي ماشي القناعه قناعه بوحدها وكنت تقول بان هذاك الشيء تربحوا راه كافي الحد صافي بارك عليا يعني ما عمرك ما عمرك ما تجي مرفع اخ زيد كمل خمسه هذه النقطه الخامسه دابا ما يقول خمسه والله الا دير الموسيقى اللي خاصه. النقطه الخامسه هي الى الساعه الى ساعتنا دابا باقي ما بديتي حتى مشروع استثمار اللي باقي ما بديتي والو ما انت ماشي في الطريق ديال باش تولي غني لاباس بخير ضروري تكمل 10 كنا زيد السادسه المهم الا انت متبع افكار ديال واحد اخر متبع واحد اخر تظن بان يمكن دير بحاله توصل تولي غني بحاله هي ولكن هذاك السيد ماشي هو انت او السيده ماشي هي انت واخا دونك تتبع شي حاجه اللي ما توصل ليهاش زيد نقطة السابعة نقطة السابعة زيد إلا ما عندك حتى هدف مادي مالي يعني ما تقولش من دابا عام بغيت نوصل لكذا وكذا الفلوس خاص يكون عندك هدف مادي. ثامنة نقطة الثامنة إلا تتخسر الفلوس وعاد بعد تفكر إلا واش تجمع شي حاجة وتخسر عاد تفكر واش تجمع والتاسعة التاسعة زيد كمل لينا زيد إلا في عقلك تتقول راه عمري ما نوصل نترفح عمري ما نولي مرفح هذه هي الوحيده اللي عندي انا تنقول راسي نقدر نولي مرفح هي الوحيده اللي فهمتي كامل ما تبقاش تقولها انت حيدوني راسك ما تبقاش راسك الامام والله هما تسوى الحوايج نبيل وي سمومو نبيل وي انا معاك واش انت غتولي مرفح واه شوف على حساب عطيتيني شي مليار سمومو اش نعطيك انايا اش نعطيك هادشي من هادشي اللي قال ياسين حتى حاجه ما كاينه حتى حاجه ما كاينه ياك ما كاين والو هذا هو المشكل هذا هو المشكل كنقولوا علاش ما عندناش فلوس واخا واخا نبيل واخا مرحبا خويا سول عطيتي خوياك وخلينا حتى الاخر عندنا في الاول علاش وخلينا حتى الاخر عندنا عندنا في الاول طاح لي الضيم انايا لا مزيان دابا تسعود الحوايج اللي خايبين خاص تقلبهم كاملين صافي انا عقلت عليهم بعدا اصلا باش نقلبهم هذوك في انستغرام قدو نديرهم في انستغرام نديرهم في انستغرام واخا سول المستثمر نبيل مرحبا سي ياسين صباح الخير سي نبيل صباح الخير خويا الله يخليك انا دابا هادي واحد ديبوي سيزون دابا انا سالاري فواحد لا سوسيتي و جيتي توجور عندي واحد لو غيف دو كريي ما بروبر انتربريز و جي لي كريي هادي دابا دو زون جي فوكاليزي او بروميير ليو تو سكي ما بريستاسيون دو سيرفيس جارديناج اميناجمون دو سباس فير نيتواياج مي او ديبار جيتي بازي زعما نمشي لي مارشي بوبليك و هادي كان عندي ان بروبليم ديال لي لونتروسيون و لا فينونسمون و لا فاسيليتي دو كاس ما لقيت زعما ان فون اللي يقدر يوفر لي هادشي صافي و جي ليسي او مو هكاك دابا دو زون عاد جيت بغيت نعاود نرينوفي لاكتيفيتي و نمشيش لي مارشي بوبليك و جو في فوكاليزي على مثلا لي بتي جاردان ديال لي فيلا و هادي و تكون واحد لو سيرفيس لي شويه ادابتي و جبت واحد لو نوفو كونسيبت سي لو جاردينج بيولوجيك يعني تكون واحد الشكل ما يبقاوش زعما لي جارديني لي بروبري ديال فيلا وهادي يخدموا مع لي جارديني بدا واحد لا مانيير اللي هي تراديسيونيل تكون ان بحال كان عندنا بونمون دو ولا تخوا فيزيت باغ موا وكيكون تيكون زعما على لا فان دو شاك موا زعما لي سيرفيس كي سون دي وتبقى لا سوسيتي زعما سوكيب تو سكي زعما جارديناج ميناج وهادي زعما بواحد لا فاسون اللي هي بليز ادابتي على لو مود تراديسيونيل دونك سور دابونمون معاك اها Le problème, je contente d'abord, c'est le mode marketing ou le mode commercialiser le nouveau concept de le jardinage. Je voudrais que je vois le mode traditionnel porte à porte ou la
اترافير دي فلاير دي هادي وتا لي مويان شويه زعما على قد الحال ميم يلا قدرت نوفر زعما كيلكو زوتي دو طرافاي و سوينا بازي اغابا بغيت نشوف زعما لي بشي فيلا لهادو لي جوست اكوتي وعاد نبدا نديفلوبي لو لي سيرفيس ديالي ايور ان شاء الله. لو بروبليم ان فينونسمون و لو مود دو ماركتينغ ولا دو لا كوميرسياليزاسيون ديال هاد لو نوفو كونسيبت. alors قبل لو فينونسمون ولا كوميرسياليزاسيون جو بونس كي فا فالوار كو vous précisez un peu plus le concept en interne. Il y a une méthode qu'on a à dire un intensement bien un jardinage biologique, c'est-à-dire bien les outils à utiliser ou les produits à utiliser, c'est des produits bio, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de chi. Donc, avant de mettre des choses, on va faire le produit exactement à utiliser. Il y a une méthode dans le discours d'hier qu'il y a à dire les gens qui ont trouvé ou qui ont écrit sur un flyer ou sur une présentation, il soit clair ou clair. Bien c'est sûr, oui. Étape 1, il faut absolument que le discours soit vraiment très clair, basique, simple, que n'importe qui puisse le comprendre. Après, effectivement, c'est du jardinage, je pense que vaut mieux faire du porte-à-porte. Il y a 2-3 quartiers, il y a Farbat, il y a Farbat, et de faire un peu le tour. Et l'idéal même, c'est d'offrir une carte, un truc test. Il y a l'abonnement, j'ai un exemple, une fois par semaine, et ça dépend du jardin. Une fois par semaine, elle s'est dit, elle a pas le test, un test gratuit. Et elle dit que ça, au lieu de dépenser de l'argent pour la communication, ou des flyers, etc., elle dit que ça, l'argent que vous allez dépenser, c'est si le jardinier est léger. Oui, la journée idéale, etc. Il verra concrètement ce que tu vends. Donc, il chauffe, il a ajouté le hal, etc. On va avancer petit à petit. Ou ce sera un exemple pour les autres, c'est un voisinage. Exactement. Et ce qui serait bien, c'est que le test LED d'Hero, si vous pouvez le filmer, donc le filmer, voir comment ça marche, comme ça, tu as le produit direct, tu as une petite vidéo, voilà, ça correspond. Je me prêche, tu as le test que tu as fait. Tu as deux maisons, on va tourner la vidéo LEDRT. Oui, bien sûr. Que de cette manière, peut-être que tu commercialises et on réduit les coûts et qu'on fait Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Le problème, d'ailleurs, il n'y a pas des fonds, les spéciales des idées, les romantiques, on a fait un nouveau, chez Hajjal, il y a adapté l'environnement. Je cherche, mais il y a qu'un chiffon. Oui? Chakras. Ça, je cherche, il y a un petit moment. Moi, j'ai le projet qui est un projet innovateur. Ça dépend des produits, les idées. En fait, oui. Oui, vas-y, toi. Parce que les trucs, les d'abord, les, parce que c'est mon domaine. J'ai un diplôme sur un technico-commercial en production horticole, où je prépare maintenant le doctorat d'IALIP, même la valorisation des substances naturelles. Aucune des solutions que j'ai trouvées, Zema, les hommes extrêmes des plantes, ce qui semble comme des pesticides et comme des engrais. Apparemment, Zema, je vais autre, Zema, mettre à la disposition des Hadouk Mess. Des cultures maraîchères, des cultures potagères, les quatre régions, maintenant, les légumes, ou les quatre régions, le jardin, la culture. Le suivi. Ce qu'il faut, Sinabi, je pense que tout ça est très intéressant. Elle chasse absolument de mettre sur papier ce que vous allez proposer. Parce que d'abord, j'ai l'impression, vous voulez faire plein de choses en même temps. Il faudra préciser clairement, l'offre d'Yelich nous fait faire offre 1, jardinage classique, offre 2, vous faire un petit potager, offre 3, gérer le potager, offre de faire des petits rares, et ça va faciliter plein de choses. Je vais te chauffer les fonds. Il y a beaucoup de fonds, théoriquement, les promoteurs rares. Mais tu as la demande d'Yelich, mais en parallèle, tu n'as pas les résultats, ça peut prendre beaucoup de temps. Tu es déjà sur le terrain avec l'entreprise. Avant, celui-là, j'ai dit qu'il y a un peu de mal. Donc, je disais qu'en mieux, le pack qui est là, je vais les classifier pour les hajjabs, pour la catégorie de jardinage classique, potager. D'accord. Parce que quand tu vas classifier, le pack Lowell, il est le moins cher parce que jardinage classique. Si je suis FUA, il dit pas que tu as le potager, il y a des gens qui sont plus chers. Donc, une fois que tu as le rendu, tu as le rendu. C'est ça le principe. Je vais adapter à la carrière. Je vais adapter la conception de la flyer ou les activités de Kremlin, mais je n'ai pas jamais précisé tel pack avec tel ou tel prix. انا جاي زعما جي بوزي كل لي زاكتيفيت فوالا ولكن هاد لي دي هادي سي سرامي بيان زعما جو في لا داتي ان شاء الله جرب لا سبيسياليزاسيون
ميرسي بوكو سي مومو. الله يخليك، الله يبارك فيك، ميرسي بوكو، ميرسي مسيو ياسين. ياسين رضوان معنا مستثمر ومستشار في الاستثمار، اي سؤال عندكم على شي حاجه، شي فلتات بتحركهم، شي حاجه هو الصباح هذا جا حطمنا كاع الاحلام ديالنا كاملين، عطانا 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 التسعود ديال عطانا عطيتنا التسعود الحوايج اللي حنا كنديروهم باش نتاكدوا انه عمرنا ما غادي نديروا العلاقه. كنا وصافي. لا واحد القضيه صارت، القضيه ديال الفلوس، هو راحت انه الناس يعني الفلوس تقرامه بزاف، كيتقرموا على شي حوايج اللي ماشي تقريم، ولكن كيتقتصدوا وكيحاولوا يهبطوا المصاريف الماكسيموم ماكسيموم، كيجرب معاك كل شيء، تقدر كاع الحاجه انت غتبيع عليه ب 200 واخا هو عارف ما غاديش تقبلك، يقول لك نعطيها لك عندك 50 واخا هو عارفك، كيجرب كل شيء. زعما ما كاينش حشومه في التشات سي سا باش تشطر معاك، هو سي بلوس ان ايتا ديسبري، يعني طريقه التفكير ديالو تيشطر او تيناقش ان بروجي ديال مليار بنفس الانرجي ديال واحد ديال 5 مليون او ديال مليون او 10 10 درهم، نفس الطريقه يعني مايند سيت، طريقه التفكير عنده نفسها. هي هذه، ما حنا دنيان، حنا ما كاين مشكل، فهمتي، كنشوف انا بعض الناس كيجي شي ناس صحابي بسال عليهم سيدي ربي، هو زعما فيهم هاد التسعود الشروط اللي قلتي انت ما فيهمش، وكنلاحظ انه مثلا كيشري حاجه قبل يشري حاجه كيخمم مزيان. اوكي، كيقول لك بلاتي الحاجه هذه اللي شريتها من هنايا ب 10 دراهم نقدر نمشي تما ب 5 دراهم غنتسنى حتى نمشي شاليه، عنده الدماغ ديال البيزنس. انا لا، انا خصني نشريها دابا هذيك الساعه، يقول لي با دو بوتيت زيكونومي. وحاجه اخرى عاوتاني لاحظتها، وانه انا الا كانت عندي مثلا 20 درهم وغنشري شي حاجه لقيتها باغي نشريها ب 20 درهم واخا باقي عندي غير ديك 20 درهم كنشريها. فوالا، واحد اخر صاحبي الاخر اللي فهمتي عنده الحركه هذاك بالعكس، الا كانت باقي عنده غير 20 درهم وحاسب يقول لك ما شريهاش، لا يتسلف 20 درهم ديالك يخلص بها وخلي ديالو يدير حاجه اخرى. هادشي اللي كاين، فهمتي، انا اللي كانت عندي 20 درهم كاينه الحاجه كدير 30 درهم كنمشي نشريها ونقول لهم سالوني 10 درهم. انت كانت غتكون عندك 40 درهم دابا بقات حيت كنتي تاخذ لا بريم 20 غدوبل وكذا ما بقاش عندك. خديتي؟ قاتلك دابا غير 20 درهم، هادشي اللي بقى عندك تو ماش، حيت واحد في الحياه يتعلم يستفمو ها فاش يضرب بزاف. كنزه، اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، اش اخبارك كنزه؟ لاباس، بارك الله فيك. بونجور مومو، بونجور ياسين، بونجور ليكيب ايتا راديو، بونجور بونجور لا بلانيت، بونجور لي لونيفير، بونجور بونجور لي انسكت، بونجور لي انسكت، بونجور تو لي انيمو كي نوز ايكوت، بونجور بونجور. يلاه كنزة، قول لنا كنزة. يلاه المهم انا باش نقول لكم، انا خدامة ونقول لكم الصراخ ديالي 6500 درهم، وانا يلاه بديت حياتي وما كيبقى لي والو في الاخر الشهر. انا باش نقربكم لا سيتياسيون ديالي، كاريا بوحدي وصافي، المهم كاريا ب 1500 درهم وفي الاخر ديال الشهر ما كنلقى والو، وكنفكر زعما كيفاش نحيد هاد البروبليم ديال الكرا ونكمل شهري بلا ما نتسلف بلا حتى شي حاجه، وزعما كنفكر في شي بروجي نشري دار ولا واخا كذا. راه باش نشرح لكم قضيه مهمه جدا، الله يخليكم، حنايا ما كنديروش ياسين وانا في الشو ما بغيناش نديرو بحال البرامج اللي كاينين، كاين منهم برامج اللي كيديروا اللي كيفاش تصرف في المصروف ديالك ولا في الصالير ديالك، حنا ماشي في هو ياسين غادي يجاوبك غادي يهضر معك على القضيه هذه، ولكن حنا ما كنديروش هذه القضيه هذه واخا، حيت حنا ما كنديروهاش، وهاد الفقره هذه درناها مع ياسين ماشي على قبل باش الناس يعيطوا لي الصالير باش نقول لهم كيفاش يقتصدوا في الصالير ديالهم، حنا ما كنديروش المساله، حنا كنديروا الاستثمار، يعني عندك فلوسات بتحركهم، عندك شي مشروع يلاه بديتي، هادشي اللي كنديرو واخا، وكنستغل الفرصه باش نقول الله يخليكم دوك الناس اللي كيديروا البرامج اللي كنسمع لهم انايا، كيديروا واحد البرامج ديال هاد كيعيطوا الناس كيقول انا عندي صالير 3000 درهم 5000 درهم مراتي وهذاك كيعاود يقد لهم الصالير. الله يجزيكم بالخير، ما تبقاوش تقولوا الفلوس ديال رضات الوالدين، الله يجزيكم بالخير. هذوك الناس صحابنا اللي خدامين في اذاعات اخرى، حيت فاش كتقولوها وكنكون كنسمع مخي كيتقمش ليا، رضات الوالدين ما كتشراش، رضات الوالدين ما كيتطاش على الفلوس، الله يخليكم ما تبقاوش تقولوا هاد الهضره هادي، حيت الهضره كتقولوا كيبقى فيها الحال بزاف كنسمعها، كيقول ليه واخا دابا انت عندك 50 درهم ديال الموضوع، عندك 100 درهم ديال الحوايج، عندك 150 درهم ديال هذاك، ها ولا ديك الفلوس ديال البر بالوالدين، ما كتزكاش الهضره، ما خصهاش تقال، حشومه تقال، حشومه تقولوها شخصيا. انا كنحماق فاش كنسمعها، كنحماق، هادشي كيجي بشحال انا 100
كيقول ليه بهكذا في الراديو كيقول ليه ها ورطات ويدي شحال كتخلي لها راه ورطات ويدي ما كتشراش الشريف راه ما كتشراش بركه من بركه من تقول شي حوايج اللي ما عارفينهمش كنزه هضري معايا ياسين وضحت المسألة مهمة بزاف حنا ما كنديروش المسألة ديال لي سالير ما كيكفينيش شنو غندير حنا ما كنديروش حنا ياسين على قول الاستثمار واخا دابا غادي نشوف معاك المسألة هذه ولكن الله يخليك باش نكونوا باش ناس أخرين ما يعيطوش ناس أخرين يقول لنا حنا السالير راه هذا راه غندوز به داك الشيء يعني كاين شي مشروع مرحبا هذيك الساعة واخا ما كاين حتى مشكل حنا كنهضروا على حنا بغينا كيفاش واحد يحرك الفلوس كيفاش واحد يربح فلوس أكثر واخا شكرا دونك هكذا كنزان نجاوبك بواحد النقطة اللي تستفدي منها هنا وهنا ما عرفتيش فين الفلوس تيمشيو الحاجة كنت قلتها جبونس بعد 3 ولا 4 أسابيع حاول في التليفون ديالك تقيد أي ديبونس درتيها الهدف كنت قلتها الناس في الأول علاش على ود متى تبغي دير مشروع تقول ما قدش نجمع الفلوس باش دير مشروع تنقول له خاص تعرف فين الفلوس تيمشيو وباش تخلي شي حاجة دير المشروع ديالك بها دونك دابا تمشي 1500 درهم من ديالك ما كاينش الاخر كامل تقيد كل نهار اي درهم خرج من الجيب ديالك فين مشى فان سيمين او فان 15 جين او فان دمو ادير لك ساعه لو بيلون ديالك تعرفي واش جي ديبونسي بلوس هنا ولا هنا ولا هنا وهذا لو بوت هذا لو جيست هذا اللي خاص واحد كلنا نولفوه تيعاون بزاف ملي يكون واحد عنده مشروع ديالو على ود افيكتيفمون ما يمكنش دير شي حاجه ما يكونش لو بوجي ديالك عارفه وضامنه يفوا ابسوليومون نعرف كل شاك ديغام فين مشى دونك جو بونس لا بروميير ايتاب ا فير سي دو سافوار اكزاكتومون شاك ديبونس ديالك شاك ديغام خرج مشى في اين ديبونس باش هذيك الساعه tu vas analyser حنا بحال اللي قال المومون اون فو با كونسيي لي جون سور لو بودجي باسكو شي كاكش دو بيرسونيل كل واحد عنده طريقه الطريقه كل واحد الظروف ديالو كل واحد الى اون شارج اون فامي بلو غران بلو بيتيت دونك ما يمكنش ندخلوا في شخصيه ديال الناس اون ريفونش الى قلتي راه عندي طون ديال المال بغيت ندير ان بروجي ماشي مشكل اون بو كونسيي دونك سا فا دون سو سونس ا مون افي الخطوه الاولى ديريها هو دو نوتي جور بار جور شاك ديغام اللي خرج من عندك اي هذيك الساعه تعرفي شنو كاينه كاسكي ريست كاسكي بو ايكونوميزي وهذاك الشيء اون بوغ البلاسي كلكو بار ان شاء الله ان شاء الله واخا كنزه شكرا بزاف واحد الحاجه اللي كيقولها ياسين نالو قال لك عمرك ما تخسر اكثر من داك الشيء تربح هذه سهله هذه يعني انت كتخلصي 6500 شدي 1500 حيديها خدي واحد 500 درهم دير دار الويدين هذاك اللي ما زويناش يعني ما زويناش نتمنى الله ما بقاش نسمعها الله العادم كنزه الله يعاونك عاودي عيط علينا نتمنى الامور ديالك تصرف راسك شكرا لك بزاف كنزه طريق الو مومو صافا خويا صحه لاباس لاباس الله يبارك فيك خويا مومو مرحبا خويا تحيه الله يحفظك تحيه اللي كيف معاك الانبياء وحاتيم مرحبا خويا طريق وياسين حتى هو دابا شنو ندوي شنو نتكلموا على خاطرنا خويا دابا شنو نتكلموا يلاه خليكم معنا ودابا شنو نتكلموا انتما سقسيوا شي حاجه في شي فلوس بغيتو تحركوا ماشي عندكم شي مشروع بغيتو تسقسيوا تسولوا تسقسوا المستثمر 0530300300 0530300300 الا ما هضرتوش معاه مباشره كاين الانستغرام ديالو كتجاوب الناس كتكلم مع الناس الانستغرام قلبوا بالعربيه المستثمر ميم سين تا شين ميم الف راء طريق وي مومو مرحبا خويا هضر مع ياسين الله يبارك فيك بغيت نسول ياسين على قبل واحد البروجي بغيت بديتو هادي انو ايمي شي عام تقريبا ديال لي سيستيم دو سيكوريتي لي كاميرا دو سيرفيونس وكندير لي سيستيم دالا كوم تو سكي كونسير لي سيستيم دو سيكوريتي بغيت نسول ياسين انا كنعاني بزاف من القله ديال الكليان عندي قليل بزاف وكان كنبقى كندور عيط بهذوك الطرق التقليديه ديال البحث في لي زانونس كنمشي كندير لي فلاير كندير المهم كاع دوك الطرق هضرتهم بغيت نسول ياسين الا كان شي طريقه مزيانه او شي حاجه ممكن انا ما عرفتهاش فين مدينه انت طريق من مراكش خويا ياسين مراكش هو الاشكال اللي كاين يعني بصح الاشكال اللي كاين دابا هو الناس الشركات اللي في سيستم سيكوريتي ولي زالارم كثار بزاف دونك لوفر اللي كثيره دونك كليغمون تتبيع انت شي حاجه اللي بزاف الناس تبيعوها باش تقدر تقيس بلوس دو كونسوماتور كاين جوج ديال الطرق يا اما تعطي اوفر ديفيرونسي يعني خاص تبيع شي حاجه اللي الاخرين ما عندهمش مختلفه دونك سوا نوفيل تكنولوجي سوا تزيد شي حاجه زايده باك اللي تعطيهم يكون زايد في اوخ شوز سوا سا سرا اون كونكورونس او نيفو دو بري يعني لو بري ديالك سرا ميور ديجا واش انت
تدير حاجه من هاد الجوج، هذه حاجه الاولى سواء تعطي اوفر ديفيرونسي دوك حاجه اللي الاخرين ما تيعطيوهاش، ولا عندك ان فري كاب في الثمن، الثمن ديالك مختلف على الاخرين. اون فوا دير هاد وتعرف تدير وحده من الجوج، هذيك الساعه نشوفهم بعد شنو هما لي كانو دو كومونيكاسيون تختار. على ود بيني وبينك يعني سورتو بور لي كاميرا دو سيكوريتي، هادو سي لي كانو تراديسيونيل، بقات تقول لوفر كثيره بزاف سي نورمال، اي حاجه لوفر كثيره بزاف خاص سي لا كونكورونس، دونك خاص تكون بلوز اغريسيف من الاخرين، تكون حاضر بلوز الاخرين. الا هذاك تيدير تيشوف 10 لي بروسبي في النهار، انت خاص تشوف 15 20، دونك خاص تخدم اكثر منه. يا با سيكري ديفيرونسي ديفيرونسي وي وي. لا المهم كاين الربح كاين في لا ديفيرونس، هادشي اللي فهمت خويا ياسين ياك. لا ديجا فوالا باش قبل الربح خاص تقيس ان مارشي بلوز امبورطون، دونك تقيس بلوز دو كونسوماتور، باش تقيس بلوس دو كونسوماتور خاص تعطيهم تقول لهم انا راه ماشي بحال لي زوفر ديال الاخرين، الاوفر ديالي بوحده. ولا كان الثمن لا حتى الاوفر سبايت لي دو كاين الاوفر بالنسبه لرابور ميور كاليتي بري، رابور ميور كاليتي بري. وتقدر تجيب انت بحال دابا الى الاخرين خدامين بنفس لي كاميرا هذه 30 40 سنين، انت شوف حاجه جديده راه في مسافه كاميرا فيها كاميرا فيها الصوت، شوف راه رسوم المارشي الكاميرا الصوت شتي والله كنديروا كلشي فابور غادي تمشى مزيان تبيع كلشي تخسر كلشي كنديروا ديتيكتور موفمون كنديروا دي كاميرا اوتو تراك اللي كيتبعوا الناس تحركتي عندي بزاف لي زوبسيون مي هذا هو الاشكال ديالي الفرنساوي تنعيطوا ليها سي طريق تنعيطوا فرنساويه يفو اون باريير ا لونتري مين تيكون عندك برودوي تبيعو اللي تيبيعو الناس كاملين مشكل تيطيح فيه كلشي على ودي نيا با دو باريير ا لونتري اي واحد كيدير هاد الشيء هاد البروجي هذا دونك كيفاش انت تكونبونسي كيفاش تعوض هاد لابسونس باريير ا لونتري سي بالخدمه خدمه بلوس هادي جو هو تيقلب على 10 ديال الكليون انا نقرب ل 20 هو تيبيع بهذا الثمن نحاول نقص شويه في لا مارج باش نكبر المارشي هنا يا با دو ما كاينش عصا سحريه خاص فريمون خاص تقلب بزاف الناس هو القضيه طريق المساله ديال ديتيكتور دو موفمون كنقول دو مونسونج ما عندكش ديتيكتور مونسونج كنديرو ولكن كنبيعو كنشدو المارشيات ديال الدوله لقيت شي واحد صغيور صيفطوا لي الله يرحمه عرفتي دارك انا طريقة بالنسبة لهذا الدومين هذا أنا بالنسبة لي الفكرة اللي عندي وأنه الناس ما عارفينش أنه ما عارفينش الأهمية ديال هذا الشيء الكاميرا ديتيكتور دو موفمون ما عارفينش الأهمية أولا ثانيا ما عارفينش أنه الثمن راه نقص بزاف مقارنة مع اللي كان قبل حيت كان قبل اللي كتقول عندي كاميرات وعندي ديتيكتور شي حاجة وغاليين كاين هذه القضية خصك تلعب عليها تشرح تولي انت تشرح المنتوج ديالك اكثر نعم بصح كيف قلتي في الاول كانوا الكاميرات غاليين بزاف ملي كنت خدام فات مع الشركه في 2000 تقريبا كنا كنانستاليو مثلا كانت كاميرا ب 5 مليون للفوق وكانوا غير اللي كنا كنخدموا مع المارشيات ديال الدوله غير مع لا بوست مع لي بنك ما كانوش الناس بارتيكولي كيديرون دابا كلشي دابا ولا كيديرون واخا هادشي اللي كاين خصك الله يصاوب خويا مزيان مزيان عليك الطريق ياسين قول لي الا كنت كنخربق مي مزيان عليك لويتي انت من الشركه ولا انت كتشرح المنتوج غتولي انت الاول يعني تولي انت هو بحال كنت انت هو مول في المارشي انت فاهم وكتشرح الناس فهمتي واش كتشرح المنتوج عاد كتبيعو كيجي احسن ياك افيكتيفمون تعطي كونساي وحاجه اخرى طريق هو من دابا اللي توقع بزاف ديال الشركات برا مين تتحس بان راه الناس بزاف ديال لي كونكورون على لو ميم برودوي خاصك من دابا تفكر في لو برودوي اللي تبيع غدا يعني خاصك من دابا شوف المستقبل فوالا المستقبل اين برودوي ديفيرونسي فيه شنو تمشي دير من الكاميرات هذا شوف حاجه اخرى كي سوا اون رابور افيك سا اللي نقدر نبيعها اللي نكون انا باقي انا الاول ولا ما كاينش بزاف في المارشي بحالي دونك خاصك من دابا تفكر في البرودوي اللي تبيعها اكزاكتو تكون عندي الاولويه اكزاكتو خاصك من دابا ما تستناش الاخرين يديروا عاد نقلدهم اوكي خويا ياسين شكرا لك بزاف على هاد لي كونساي ديالك شكرا ليكيب كامله ديال ايتراجي شكرا مومو الله يعاونك خويا الله يعاونك خويا الله معين شكونتي وي الو شكونتي وي سي مدام دعاء بونجور مدام دعاء سافا وي بونجور سي مومو بونجور مسي ياسين بونجور مدام دعاء وي مسيو المستثمر اه مسيو المستثمر داكور مستثمر مستثمر ما عرفتكش ما فهمتش انا مستثمر D'accord, excuse-moi. Voilà, donc on a fait un départ collectif au niveau d'une société à Rabat.
Et là, j'ai eu une petite somme. Bon, ce n'est pas une petite somme quand même. 900 000 dirhams, 10 millions. Voilà, et je veux faire un projet l'inqdar makina nkon howa ddakhl diali bach comme ça nqdar n3ish bih voilà très bien. OK, est-ce que fkarti f des projets il y a une liste de projets fkarti fiha wach plus le service plus l'aspect commercial wach qu'il y a un début d'idée DTB لا مازال ما كاينش باقيين يلا هادشي ابان واحد دو سيمين داكور سي تو ريسان alors première étape effectivement il faut absolument voir déjà par rapport à votre nature comment vous êtes est-ce que vous êtes quelqu'un qui est tourné un peu vers le contact ou pas à quel domaine vous vous intéressez est-ce que vous avez un intérêt particulier pour tel ou tel domaine pour les accessoires pour le tourisme pour la restauration pour autre donc il faut vraiment faire un premier travail là allez kentiya باش تعرف شنو الحوايج les secteurs qui vous intéressent. D'accord. Après, première étape. Deuxième étape, de voir est-ce que vous avez les connaissances ou les aptitudes. Parce que l'on dit, je vois un secteur, mais tu as fait. Oui, effectivement. Oui. Soit s'entourer de gens, les fait. Donc j'ai un exemple. Ouah, devrait être une agence de voyage parce qu'il aime bien les voyages, il aime bien le contact, etc. Sauf que Sid, il ne sait pas comment, comment gérer cette agence de voyage, comment gérer les billets d'avion et tout. Donc il faudra qu'il remette chez Ouah du secteur. Donc en fait, qu'est-ce qu'on aime, après qu'est-ce qu'on sait faire. Et après, on passe en shortlist deux ou trois projets. Je venais à l'agence de voyage, agence de location et un café. J'ai juste un exemple au hasard. Et les trois, je passe du stade de l'idée et faire un mini budget. Pour chacun de ces projets-là. Bah, je n'arrive pas un peu, finalement, somme. Et le budget, là aussi, il y a deux parties. Il y a la partie investissement. Donc, si je vais investir, donc je vais aménager un espace, je vais acheter du matériel, une voiture ou autre, etc. Donc, là, tout. Et ça, c'est après une partie du budget qui est liée à ce qu'on appelle le BFR, le besoin en fonds de roulement. Donc, le flow, c'est un projet qui est Exactement. Mais oui. Voilà, donc d'abord, ça fait que deux semaines, c'est encore frais. À mon avis, oui. Travaille en trois étapes. L'étape Loula, prenez le temps de réfléchir à la sec, chauffe, un âge, tiège, béni. Est-ce que d'accord. Je suis plus tôt et Hadar Manes, elle est autour de vous, qui vous connaissent. Est-ce que j'ai un caractère ouvert ou pas? Elle est quelqu'un qui est très fermé, etc. Il ne va pas faire un truc de commercial, c'est compliqué. Oui. Donc il faudra faire quelque chose qui est adapté à notre personnalité. Bah, caractère ouvert, d'accord. Si vous êtes dans cet aspect-là. Oui. Voilà. D'accord. Très bien. Et après, une fois que vous avez une idée, merhaba, vous pouvez reposer la question et je vous accompagne plus sur l'idée. Mais là, j'ai encore rien. Vous voyez qu'il y a un projet de Mkhad, il a pas ici. Qui veut chez Mkhad? Moi, je suis Mkhad. Qui veut chez Mkhad? Je vais te chercher ma aïe, le fikra, on tira le mal. Tu dois Mkhad ou bien de l'Otlamt, Inch'Allah. وهذاك الشيء داك الشيء موجود منخد الطلامط موجودين وهذاك الشيء ولكن هي سبيسيال عندنا شي حاجه سبيسيال سبيسيال اللي ما تقدرش غندير مخده في الصوره ولا لا مرحبا في صوره مك الجوم مرحبا كتكى عليها كتسمع نسفكن قلبي يجي لك داكور لم يبدأ تشرح البروجي ديالها ما لا صافي مرحبا غادي البروجي ديالها معايا سميت اذن شحال من المخده يلا حسبي ما بين المخاد والطلامات ولي زيشارب طنبه ميتة خصك تجاوبي كنتي خصك تجاوبي بالزربه احنا معنا المستشمر نجاوب انا قدام محشومه ما تقدرش دعاء وي حلي سناك الماكله صامارش ديال الناس صافي واه حلي ديك السناك بيو اسناك بيو فكرت شي حاجه بحال هكا ايفيكتيفمون بيو شي حاجه بيو بور لا ليفريزون زونتربريز
في الانستغرام غادي يجاوبكم راه كاين فيديوهات خصني نهضر معك على قضيه فيديوهات حيت خصني نشرح لك داكشي ديال الضو فهمتيني انت ديما كتصور الضو موراك خص تصور اون فاس معاك فهمتيني ستاج راه خصني ندوز بزربه كيف ما دايرك اصلا ستاج في الانستغرام حيت انت ما عرفتش شنو هو كاع على باس شنو كانوا عنده 7 ديال الفولور شحال دابا جو باس 3000 و 3000 ماما الشركه خدامه هذا سي بخير شنو احسن دعوه في لي ريزو سوسيو تبع ياك لا تكتب يا هذيك واجي فوق انا خصني نمشي نقاد واحد المشكل مع ايرفي رونار صاحبي هذا المشكل اوكي خويا ايكوت فخاب تو فيري بلو فوتو كوم سيلا اوكي صاحبي كيما كريم برون avec ايرفي رونار شو لا سي بون لا سيكسيون سي سي مور جو بونس سي مور بقي ما لعبش عمر لاقا واخا شكرا لكم جميعا لو سكوتور غادي تربح نهار الجمعه ما بقى والو حنا الاربعاء يبقى من يومين غادي تربح هاد لو سكوتور هذا سميتو تاكادو هاد لو سكوتور ديال الضو علما انه لو سكوتور كيدير بجوج درهم 50 كيلومتر بجوج درهم 50 ماشي ب 50 درهم بجوج كيلومتر لا بجوج درهم 50 كيلومتر 16 درهم ونص شحال من كيلومتر غادير 16 درهم ونص شحال من كيلومتر غادير الجواب غتصيفطو اس ام اس 5222 تصيفطو باغ اس ام اس 5222 6 درهم الميساج ونهار الجمعة غادي نعزلو شي واحد نعيطو ليه نربحو الموتور الاول حيت كاين جوج ماتر يضربو الموتور غادي يوصل عندك حتى لدارك فيما بغيتي يوصلوا عندك وكاع كاع كاع نقدروا كاع نوصلوا ديك النهار نهار اللي تربح اللي تربح نصيفطوا ديك الساعه تمشي يا سلام نصوبوا الوراق ديالو يتصيفط هذيك الساعه بلان هذيك الساعه يركب عليه خاصو يشتغل كاسك صافي هو الكاسك ما كاينش ما بغيتش تسمع شي واحد يقول لي ولا مربحين موتور بلا كاسك وداك الشيء كامل واخا تقدر كاع تشوف الكاسك من دابا جاوبوا على السؤال باغ اس ام اس 5222 6 درهم ميساج ويكون خير ان شاء الله شكرا لكم جميعا شكرا لكم جميعا خليكم معنا على اذاعه ايت راديو